ويلكم تو ليرن انجلش بس بسرعه. محمد سعد عالم الجزيره مع مستر محمد سعد. النهارده المراجعه النهائيه سنه اولى اعدادي منهج نيو هالو الترم الاول اكسرسايز اون يونت 5 حل سؤال ريد اند كوريكت ذا اندرلايند ووردز، يعني اقرا وصحح الكلمات اللي تحتها خط. احل السؤال ده ازاي؟ اول حاجه اقرا الجمله كويس، ما بستعجلش، اشوف جمله عاديه ولا سؤال، اشوف المعنى، اشوف الزمن، اشوف الترجمة، اشوف المفرد والجمع، اشوف اللي قبلها واللي بعدها. حركاتك يا هولندا، زغزغاتك يا هولندا، تأثيراتك يا هولندا، هوضح معنى الكلام ده ايه واحنا بنشرح. Number one, I don't have a bike when I was young. تعال نترجم، انا مش عارف حاجة، انا مش معايا عجلة عندما كنت صغيرا. ايه ده الجملة في زمن ايه؟ ما انت لازم تشوف الزمن وتشوف المفرد والجمع، اتبع النصايح اللي بقول عليها. هنا الجملة في زمن الماضي، بيقول لي was، انا كنت صغير، يبقى كله يتضرب ماضي بقى هنا خلاص. يبقى don't مش هتنفع معايا، ايه الماضي من don't؟ ها didn't على طول، منفية تبقى منفية عشان المعنى عايز ده والجرامر عايز ده. ينهار ابيض، change the color، اديها المرة دي يا اللون ده حلو. yes didn't d i d n apostrophe t، تاني d i d n apostrophe t، تمام. number two، جملة عادية كويس ماشي. she is at this school last year. تعال نترجم، هي تكون في هذه المدرسة السنة الماضية. ايه ده، هو انا كل شوية بقول تعال نترجم؟ يبقى ما تقولش بقى انا شاطر في الانجليزي وانت مش حافظ كلمات. لازم تحفظ كلمات عشان الكلمات، حفظ الكلمات هو البنزين بتاعك، تمام. هي تكون في هذه المدرسة last year، العام الماضي، السنة الماضية. ايه ده، اضرب ماضي، يبقى على طول الجملة في زمن الباست سامبل تنس، ماضي بسيط. ابص على الفعل عندي is، الماضي من is يا was على طول، was يعني كان، تمام. اديها اللون بتاعها يا W A S. قبل ما تتفرج على الفيديو ده لازم تتفرج على 3 global videos، 3 فيديوهات عالمية بتتكلم عن زمن الماضي البسيط. هسيب الرابط في صندوق الوصف وفي اول تعليق ان شاء الله، تمام. Number 3، I have dinner with my family an hour ago. بترجم، انا بتعشى مع عيلتي من ساعة فاتت. اجو يعني مضى، عدى خلاص، ماضي. احنا قلنا من الكلمات الدالة على زمن الماضي البسيط yesterday last ago با. yesterday last ago، اغني اهو، مغني لكو عشان مصلحتكو انتو. نعمل ايه اكتر من كده؟ يبقى هاف تضرب في الماضي، ده فعل غير منتظم، مينفعش احط له اي دي، بيبقى ايه في الماضي؟ حد يرد عليا، ها يلا يا برافو عليكو، هاد يس اتش اي دي، اتش اي دي، يبقى ده فعل غير منتظم في الماضي. الافعال المنتظمه بحط لها اي دي في الماضي، لكن في افعال غير منتظمه بحفظها زي ما هي. في افعال غير منتظمه بحفظها زي ما هي خلاص، تمام. اتش اي دي، يبقى انا تعشيت، تناولت العشاء، هنا معناها تناول. وخلي بالك فيرب تو هاف لي معاني كتيره، يمتلك او عنده او لديه او يتناول او يقضي. ينهار ابيض، ليه معاني كتير، تمام، حسب الجمله، تمام. نمبر 4، ايه ده انتوا قاعدين بتتفرجوا عليا كده بتقولوا حلاوه يا اولاد، ايه الفيديو الحلو ده؟ لا ما تقولش كده، ما تقولش كده، لازم، ايه اللي بيحصل ده مش عارف، لازم تبقى معاك نوت بوك وبنسل وتكون اوريدي كتبت كل الجمل دي وحلتها، ودلوقتي انت بتختبر نفسك، بتتفرج عليا وبتختبر نفسك. هو ده الشغل الصح، هو ده الشغل الصح مع مستر محمد سعد، تمام. نمبر 4، he buys fruit and went home. واحد يقول هاي انا شاطر، مستر محمد سعد قال لي ما هي وشي وقت، احط الفعل اس، الجمله دي مظبوطه واكتبها. انت فعلا شاطر، بس شاطر في الاستعجال. بس بص هنا على زمن الجمله، هو بيشتري فاكهه وذهب البيت، وانت هو ماضي بسيط، ماضي بسيط، يبقى لازم هنا هو اشترى فاكهه، الماضي من باي ايه؟ بوت على طول، بوت
يلا اديها اللون بتاعها. يا نهار ابيض على الفيديو ده، تعالى تهجى بوت كده هو افعال غير ملتزم. بي او يو جي اتش تي، تاني بي او يو جي اتش تي، تمام. نمبر 5، علي didn't saw any dolphins، علي ما شافش اي دلافين. واحد يقول هاي انا شاطر، المعنى مظبوط، ما شافش. واديها لو كتبت سي هيبقى معناها يرى. يا ابني ما تستعجلش، بص على اللي قبلها واللي بعدها. زغزغاتك يا هولندا، تأثيراتك يا هولندا، حركاتك يا هولندا، اهو التأثير اهو. didn't يعني لم، بيجي وراها مصدر فعل، بيجي وراها مصدر فعل، بيجي وراها مصدر فعل، بيجي وراها حد يرد عليا، بيجي وراها مصدر فعل. يبقى didn't هنا اهو بيجي وراها اصل الفعل، اصل الفعل من سو ايه، ها سي على طول، يرى. يس سو اصلها سي، يس ده المصدر بتاعها، لان دي انت بتقول الفعل ارجع لاصلك انا موجوده، هي بتقول له كده. يس نمبر 6، وي دو ا لوت اوف ثينجز يسترداي، تعال نترجم، انا مش عارف حاجه. احنا بنعمل حاجات كتيره امس، ايه ده ازاي الدنيا مش مظبوطه؟ يفعل ما ينفعش، يبقى احنا فعلنا، عملنا حاجات كتيره امبارح. احنا قلنا يسترداي لاست اجو، اضرب ماضي على طول، ومعاهم ان ذا باست واي تاريخ قديم وانس، الكلمات الداله على الزمن بتقول لي انت في الحته دي مش في حته تاني، انت بتتعامل مع الزمن ده مش زمن تاني، لازم تحفظ الكلمات الداله على الزمن. هنا دو تبقى ايه في الماضي على طول، ها حد يرد عليا؟ يس ده ان irregular فيرب، يبقى فعل غير منتظم في الماضي بيبقى ايه دي ده على طول، تمام. دي اي دي، دي اي دي، يس we did a lot of things yesterday، امشي بالايه systematically زي ما بيقولوا بالنظام بتاعي كده. يس نمبر 7، I go to Alex last summer، انا بذهب الى اسكندريه الصيف الماضي. ازاي انا بذهب؟ ما ينفعش، ده عندي yesterday last ago، هنا يبقى جمله تتضرب في الزمن الماضي، last عندي هنا هو ماضي، يبقى go تبقى ايه حد يرد عليا، ده فعل غير منتظم ما ينفعش احط له ايدي. لا ما تخترعش، انا سامعك بتقول جود ازاي، ما تخترعش لو سمحت. يبقى went w e n t w e n t. number 8، yeah the last one here، ايه ده، ده question سؤال، ماشي شغال. do you meet احمد last month، تعال نترجم، هل انت بتقابل احمد الشهر الماضي؟ ايه ده، ده في عندي لاست، لاست يعني الماضي، لاست يعني الماضي، يبقى الضرب كله ماضي. يبقى هنا اهو ده سؤال بادئ بفعل مساعد معناه هل، يبقى هنا اهو ايه الفعل المساعد بتاعي، ده في عندي هنا مصدر فعل، يبقى لازم هنا ايه الماضي من دو على طول، ها يا ديد على طول، ديد يعني هل للماضي، ديد يعني هل للماضي، اديها اللون بتاعها. يا نهار ابيض، يا دي اي دي، تمام. ديد هنا معناها هل الماضي، ودو هنا معناها هل بس المضارع، تمام. انتهى الفيديو العالمي بتاعنا من تعلم انجليزيه مع مستر محمد سعد. تحت الفيديو ده هتلاقي صورتي، اضغط عليها، لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده، اضغط عليه، لما تضغط عليه هتلاقي كلمه الكل من فوق او اول بالانجلش، اضغط عليها، لما تضغط عليها هتلاقي الجرس ظهر كده. اوعى تنسى تشترك في قناتي، عجبك الفيديو اديها لايك، اديها شير، اديها سبسكرايب. هشوفكوا على خير في فيديوهات جاية كتير، جميع المراحل جميع الصفوف هعمل فيديوهات تغطي المنهج كله، المراجعة. جود باي، مع السلامة.